ما ينفعش نعمل هذا المحتوى بطريقة جاذبة تستهدف المشاهد العصري اللي متجه اوريدي للمنصات الإلكترونية أصلاً، يعني اللي هي بيعتبر محتوى اللي بيقدم فيها هو محتوى جاذب بالنسبة له أو بالنسبة يعني وجهة نظره. ما ينفعش نعمل كده في وسائل الإعلام؟ ما هو ده التقصير اللي قلت لك احنا متهمين ومقصرين. اه ليه؟ لانه حضرتك قلت ان عندك العربيه جاهزه مستنيه حد يتفضل يستقل العربيه اللي هو المحتوى. انت جهزتي الاطار، جهزتي الحاويه، المحتوى نفسه مش موجود. بقول انه احنا عندنا قصور شديد في ترتيب وتجهيز المحتوى اللي يلائم الناس بجد. انا ممكن اعمل احسن كلام في الدنيا وكتاب في الدنيا، لكنه الراجل اللي عنده اميه انا بقول مش هيستفيد منه. زي تنظيم الاسره في مصر، عندنا كارثه كبيره جدا اسمها الانفجار السكاني، عدد السكان وصل 100 مليون. طب انا عايز اقول للناس يا جماعه بالراحه في الخلفه والى اخره، بقول رسائل عندي في الوسائل الرقميه وعندي في الفضائيات، اللي عنده تلفزيون وبيفهم البرنامج لا يمكن هيجيب 7-8 عيال عندنا في مصر يعني. فبالتالي انا بخاطب ناس غلط، انا ببعت رسائل في المكان الغلط. فانا عايز اقول انه التلفزيون عموما او الاعلام عموما لازم الاول يخترع حاجه مش جديده بالنسبه للعالم، لكن ممكن تكون جديده بالنسبه لنا في الواقع، انه اخلق خلق حاله شغف لدى المتلقي، خلق استثاره. المفروض اعمل له اثيره الاول، اغريه بالبلدي يعني، اعمل له عمليه اغراء انه يشوف هذا المحتوى. بعد ما اغريه ويجي لي يعني اخد عينيه يبص على الشاشه دي، المحتوى هنا بقى لازم ينطق. يعني ما اجيبوش على الفاضي بعد ما اعمل له عمليه اغراء بلا محتوى، لازم يكون محتوى يتناسب مع حاله النشوه اللي خلقتها له او الاغراء اللي خلقته له، بعدين استمر في متابعته. اللي حاصل عندنا ان احنا كلها تجارب في تقديري وقد اكون مخطئ، تجارب غير مكتمله، او وكانه حمل خارج الرحم، وكانه جنين غير مكتمل. انا كل التجارب، وانا بقرا من شويه سهام التجارب من سنه 70، من سنة 70 النهاردة يعني استاد الحضور 50 سنة تقريبا. يعني أنا عمري 50 سنة، أنا مولود سنة 70. أنا النهاردة أقرأ القصة الكفاح العربي من أجل القضاء على الأمية، أجد أنا آسف جدا يعني ولازم نواجه نفسنا، قصص كلها فشل، ما كانش في قصص نجاح إلا نادرا. يعني أنا بشوف الخريطة بتاعة الأمية في الدول العربية، لقيت هي مرتبطة ارتباط عكسي مع الناتج القومي الإجمالي أو المستوى الاقتصادي. ولقيت والدليل على كده ان الدول العربيه الافريقيه هي الاكثر اميه. يعني عندي الصومال رقم 1، موريتانيا رقم 2، اليمن رقم 3، ملهاش علاقه بالموقع الجغرافي، لا علاقه بالمستوى الاقتصادي. ارجع تاني الاقي المغرب وبعدين الجزائر وبعدين مصر والسودان قبلهم طبعا، الاقي انه النسب الاكبر في الاميه موجوده في الدول العربيه في الشق الافريقي، ومعاهم اليمن في الشق هنا. ولاقي ان الدول اللي هي زي العراق وسوريا الاثنين نسبه الاميه زادت بعد الحرب. الاقي دول الخليج تقريبا الاميه بدات تتلاشى من عندهم. فانا اعتقد ان في علاقه بين المستوى الاقتصادي وبين الاميه دي من ناحيه. لكن حد ممكن يقول لي طيب ما هو انت عندك في الدول الاوروبيه عندهم عدد سكان كتير، بس بقول لك عندهم مستوى اقتصادي مرتفع. طيب فبالتالي انا شايف انه المستوى الاقتصادي بيسمع في الاعلام ومستوى الاعلام، ومن ثم محتاج إعادة هيكلة للمنظومة الإعلامية بالكامل.